ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من بغداد الناشطة المدنية دكتورة ذكرى عبد الصاحب. مرحبا بك دكتورة ذكرى، حدثينا بداية عن احتشاد المتظاهرين هذا اليوم في بغداد وعن أعدادهم بعد ما شهد أمس احتشادا كبيرا في وذلك بعد الأنباء التي وردت عن محاولات منتسبي ميليشيا الحشد اقتحام ساحة التحرير. تفضلي دكتورة ذكرى. شكرا لك اخي الكريم وشكرا لقناتكم والتي تتابع وتواكب الحدث لحظه بلحظه. حقيقه الساحه لله الحمد عامره بغيارة العراق من الرابضين في اماكنهم والممسكين بالارض من اليوم الاول للتظاهر لحد هذه اللحظه. اضافه الى ان هناك كثير من الوافدين الى الساحه من المحافظات الاخرى ومن شيوخ العشائر ومن مجموعه العشائر، يعني تاتي عشيره كامله باكملها برجالها من المحافظات. هذا يوميا تقريبا يتكرر هذا المشهد. ايضا هناك ناشطين كثيرين ويعني من الشعب، ايضا من عامه الشعب، وايضا هناك عوائل تاتي باطفالها وبناتها حتى يشوفون هذه المكان اللي هو مكان للكرامه ونيل الحقوق، وايضا هو درس للاجيال القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. حقيقه بالنسبه نعم يعني على ذكر محاولات منتسبي ميليشيا الحشد اقتحام ساحة التحرير وأعمال الطعن التي استهدفت المتظاهرين، كيف وقع هذا الحادث وكيف تصدى أيضا المتظاهرون لمرتكبيه؟ نحن نعلم أن الحشد الشعبي هو حشد من أولادنا اللي هم يعني لبوا نداء المرجعية وراحوا يدافعون عن حدود الوطن من يعني من قبضة داعش وأيضا من الاعتداء الخارجي على بلدنا. لكن هذه الحشد للأسف بمرور الزمن أخذت إطار آخر، أصبحت وبسبب التدخل الخارجي بسبب التدخل المجوس بهذا الموضوع أن قائدهم أصبح مجوسي إيراني، وبنفس الوقت بعض الأيدي الوسخة من أبناء شعبنا مع الأسف، ومنهم هادي العامر هو اللي قائد الشعب القائد الحشد الشعبي بأمرة سليماني. حقيقة تحولت هذه إلى منظمة إرهابية تقريبا، يعني رغم هناك أولادنا بعد باقين أكل القيبين والنظيفين إلى الآن إلى الحد هذه اللحظة يدافعوني أن داعش مستمرة تعتدي على الحدود وعلى العوائل في الموصل وفي الحدود السورية. لكن بعض المرتزقه لهذه المنظمه او هذول المجموعه اللي هم الحشد الشعبي استغلوهم هؤلاء الايدي الطوله اللي تريد المضره بالمجتمع وبالشعب وبالبلد، استغلوهم لتصفيه الاخر وتمشيه اجندات لمصلحتهم هم، لمصلحه البلد المجاور او البلدان الاخرى. لا نعرف هي داعش والحشد واصبحت من كل الدول اصبحت يعني صحيفه الجارديان البريطانيه مثلا دكتوره نقلت الخبر وذكرت ان هناك ميليشيات تابعه لايران كما ذكرت هذه الصحيفه البريطانيه هجمت المتظاهرين بالاسلحه الحاده او بالسكاكين وما الى ذلك، يعني ما اثر تداول الصحف العالميه اخبار الساحات عن حراك ثوار تشرين؟ هناك اخبار سابقه حقيقه، يعني امس انا شفت فيديو، احنا تعرف كناشطين نتبادل الصور والفيديوهات لانه من لحق نشوف الحدث باللحظه، لانه تعرف الساحات كبيره وكثيره ومتشعبه الفروع. امراه طعنها السكينه في صور امراه لانه كانوا يحكون ايراني، فقالت لهم انتم تتحدثون ايراني، راسا ضربيها السكينه طعنها ببطنها، وشباب اثنين مخلصين من المتظاهرين. وايضا جت مجموعه يعني كلش كبيره، يعني مجموعه من ذول اللي هم الحشد يسمونه، قلت لهم ما نعرف قسم معقلين وقسم بالدشاديش، فذول لازمين سكاكين، ضربوا كم شاب من عندنا يعني اكثر من 10 شباب راحوا من عندنا يعني انطعنوا بسكاكين. يعني حاولوا انه اللجنه المسؤوله عن التظاهرات، تقريبا احنا عندنا مجموعه اصدقاء هم يعني يحاولون ينظمون هذا الشيء، يعني والا هو احنا ما عندنا لجنه مباشره للمحافظات والاستفالات، لكن اكو هناك من يحاول ان ينظم ويحاول ان يرتب هذا الموضوع، فاحنا نعتبر نفسنا كلجنه هنا في بغداد نحاول ان يعني نلم الامور بالاخص امنيا يعني. فأمس كانوا مجموعة كبيرة جوي ودخلوا للساحة، أولادنا يحاولوا أن ما يحتكون بهم، انجمعوا يعني اتصالات أصبحت من هذول اللي شوية أقلاء
فراح وقفوا بوجههم وطلعوهم من الساحة. لكن بعد ساعة 2 بالليل أيضا رجعوا هجموا عليهم بيردين يضربون ويحتكون بهم. هناك أيضا يعني الحمد لله بعض أولادنا بعض أحيان يعني يلزمون أعصابهم يعني تكون مشاعرهم على مود يتلافون بعض الاصطدامات مع هؤلاء الناس. نعم نعم. هناك أنباء أيضا دكتورة ذكرى عن اختناق 20 متظاهر بإطلاق القوات الحكومية قنابل غاز عليهم قرب جسر الأحرار، هل من معلومات أكثر عن هذا الحادث؟ حقيقة نحن لا نستطيع، فهي مستمرة القوات بضرب الشباب، وبنفس الوقت هناك استفزاز من هؤلاء اللي يندسون، يعني هم يحاولون يستفزون حتى يضربون شبابنا وحتى شنو يحرقون شارع الرشيد، لأنه شارع الرشيد حقيقة هو أثر تاريخي للعراق، يعني شارع الرشيد هو بداية الدولة بداية العراق، من تأسست العراق هو شارع الرشيد، فلأنه اسمه رشيد هذول المرضى نفسيا اللي يفرقون بالطائفية يحاولون أن يتلفون شارع الرشيد، يتلفون المعالم اللي يحرقون، فلذلك يدفعون بعض الشباب الصغار انه يحتكون مع الجيش، فمستمرة المناوشات ما بين الجيش وما بين الشباب. وهؤلاء المندسين يعني حتى مولوتوف كانوا يضربون عليهم، وأنا سمعت انه اكو ما شافت ولا سامعه من قبل انه هذول الجوكر يسموهم، هذول ايضا مندسين عصابه ما اعرف شنو بالضبط، انه هذول دائما هم سمتهم يحملون قنابل المولوتوف ويشمروها للحرق، يعني خاصه للحرق العمارات الابنيه، يعني هم متواجدين بالساحه، شخصوهم الشباب يعني قالوا لنا. يعني مع كل هذه الانتهاكات دكتورة ذكرى، وأنت يعني في قلب الحدث، إلى أي مدى ترين إصرار المتظاهرين على استكمال أهداف ثورتهم؟ والله المتظاهرين يردون تحقيق مطالبهم، يعني لو تحققت بهالساعة مطالبهم هم يرجعون لبيوتهم حقيقة، يعني وإذا ما تحققت لو بعد 10 سنوات هم باقين مرابطين بأماكنهم وباقين يطالبون الحكومة. احنا نتمنى انه تنتهي ونامل، يعني بالذات يعني احنا اللي قلبنا على شعبنا على ولدنا، يعني نتمنى بهاللحظه ان تنتهي، ان تحس الحكومه على حالها انه اكو خسائر بالشعب، اكو هناك مضره، اكو انه هم سببوا ماساه للوطن وللشعب، هؤلاء المجموعه زمره الحكومه عليهم ان يحترموا نفسهم وان يسحبون يحسون بالمقابل، انه الناس بتتعب، يعني شنو ذنب الشباب، شنو ذنب النساء بالشارع اللي تطبخ النساء وتغسل الملاحف هالمي، شنو ذنبهم؟ هاي الحكومه. إذن شكرا جزيلا لك من بغداد، ناشطة المدنية دكتورة ذكرى عبد الصاحب.